شركة بايكار التركية المصنعة للمسيرات مثل بيرقدار قررت فتح مصنعاً للطائرات بدون طيار قتالي في المغرب، مع خلق شركة جديدة مشتركة بينهما وبين المملكة المغربية تحت اسم أطلس ديفانس، ستتكفل بالتصنيع المحلي لصالح الجيش المغربي وكذلك التصدير نحو السوق الإفريقية، وهذا سيجعل المغرب أحد ملوك الأجواء في العالم. مرحباً أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. يسعدني أن أبلغكم بأن مصنع الطائرات المسيرة الشهير بيركدار B2 وB3 وأكنجي المجموعة التركية بايكار التي تعد بالفعل الموردة المفضل للرباط قد استقرت مؤخراً في المغرب وفقاً لما كشفه موقع لوديسك، والهدف المعلن هو إنشاء مصنع مخصص لصناعة الطائرات المسيرة المسلحة، وبهذا ينطلق المغرب من آخر نقطة وصلت لها تكنولوجيا المسيرات في العالم، بحكم أن تركيا من بين أكبر 3 مصنعين للمسيرات الحربية في العالم. وبناء عليه، ما هي تفاصيل الصفقة التركية المغربية التي أدت لتوطين هذه الصناعة بالمملكة المغربية؟ ومن هي شركة بايكار وما هو وزنها في الصناعات العسكرية في العالم؟ ولماذا يعتبر الخبراء أن هذا المصنع سيكون بداية لعدة مصانع حربية بين المغرب وتركيا؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث ستنشئ مجموعة بايكار التركية المصممة للطائرات المسيرة الشهيرة بيركدار 2B3 و2B2 مصنعا في المغرب، والذي بدوره يعتبر أحد عملائها المفضلين بحسب موقع لوديسك. ففي شهر أكتوبر تأسست شركة جديدة بالمغرب تحت اسم أطلس ديفانس بمدينة الرباط، والتي ذكرناها في حلقة معرض مراكش للطيران. وفقاً للمعلومات الواردة، تم تسجيل الشركة رسمياً وتوضيح طبيعة نشاطها الذي يتضمن مجموعة واسعة من العمليات الصناعية والتكنولوجية. وتخطط الشركة بقيادة الشقيقين المؤسسين لها لتصميم وإنتاج وتطوير وصيانة الطائرات بدون طيار، إلى جانب تطوير وبيع البرمجيات والمعدات المخصصة لهذه الطائرات. وتشمل أنشطتها أيضاً إنتاج وبيع قطاع غيار الطائرات المسيرة وتصميم وتطوير أنظمة ومنتجات تكنولوجية تخدم قطاع الدفاع. ووفقاً لمصادر موثوقة، تسعى أطلس ديفانس إلى تطوير عملياتها لتشمل تصميم وتصنيع وتجميع وصيانة الطائرات وحتى المروحيات والمركبات الجوية الأخرى، أي المركبات الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة بما يساهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع بالمغرب. فمنذ عام 2021 دأب المغرب على شراء منتجات هذه الشركة التركية المقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد الطلبات المتكررة تطور الشركة بين بايكار والمغرب إلى مستوى جديد، حيث سيتم إنشاء مصنع يهدف إلى تأمين إنتاج وصيانة الطائرات المسيرة الجوية المسلحة. ومنذ عام 2021 عزز المغرب تعاونه العسكري مع شركة بايكار التركية من خلال عدة صفقات لشراء طائرات مسيرة من طراز بيرقدار TB2. ففي الصفقة الأولى تم الاتفاق على شراء 13 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى محطات قيادة وتحكم وذخائر دقيقة التوجيه ودعم فني وتدريب بقيمة تقدر بحوالي 70 مليون دولار. بدأت عمليات التسليم تدريجيا في نهاية عام 2021 واستمرت خلال عام 2022 مع تدريب فرق مغربية على التشغيل والصيانة.
وفي الفترة ما بين 2023 و2024 توسع التعاون ليشمل دفعات إضافية من الطائرات المسيرة بهدف استخدام في مهام متعددة مثل مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وتعزيز أنشطة الاستطلاع والاستخبارات. وفي أغشت 2024 أعلنت شركة بايكار عن تسليم دفعة جديدة من طائرات بيرقدار TB2 إلى المغرب. ولعلمكم تتميز طائرة بيرقدار 2B2 بقدرتها على الطيران لمدة تصل إلى 27 ساعة متواصلة وعلى ارتفاع أقصى يبلغ 27,000 قدم وبسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة. كما تمتلك نظام اتصالات يصل مداه إلى 300 كيلومتر وهي مزودة بأنظمة استهداف دقيقة باستخدام كاميرات كهروضوئية وأجهزة استشعار حرارية مما يسمح لها بتنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يتسلم المغرب طائرات مسيرة من طراز بيرقدار أكينجي الأكثر تطوراً في فبراير 2025 أي السنة في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز قدراتها الجوية الدفاعية. ويعتبر تصميم طائرة بيرقدار أكينجي التي طورتها شركة بايكار التركية أكثر تقدماً مقارنة بطائرات بيرقدار 2B2 التي تملكها المملكة المغربية حالياً، حيث تتميز بجناحيها اللذان يبلغا طولهما معا 20 متر وطولها 12 متر وارتفاعها أزيد من 4 أمتار، ويبلغ وزن إقلاع الطائرة بدون طيار في الحد الأقصى إلى 6000 كيلوغرام، ويمكنها حمل حمولة تصل إلى 1500 كيلوغرام، وتعمل بمحركين توربينيين مزدوجين، ويمكنها الوصول إلى سرعات تبلغ 277 كيلومترا في الساعة وسرعة قصوى تبلغ 361 كيلومتر في الساعة، مجهزة بنظام اتصالات مزدوج عبر الأقمار الصناعية. يمكنها تنفيذ كذلك مهام هجومية جو-أرض وجو-جو مع البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة. ولعلمكم تعتبر شركة بايكار التركية التي يملكها صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من بين أهم 5 شركات تركية في قطاع الطيران، والذي بدوره حقق السنة الماضية إنجازا تاريخيا بعدما حصدت شركة توساش وبايكار التركيتين الوطنيتان على مراكز مرموقة من بين أكثر 50 شركة طيران تقدما في العالم بحسب تصنيفات أجراها موقع فايت جلوبال. وللأسف لا يوجد أي شركات عربية أو إسلامية في هذا الترتيب إلا هاتين الشركتين التركيتين، وهذا يعطينا فكرة عن حجم الهوة التكنولوجية التي تتوسع كل يوم بين تركيا وبقية الدول العربية والإسلامية، حيث احتلت توساش الشركة التركية المرموقة المرتبة 38، إذ حققت إيرادات بقيمة تصل إلى 2.6 مليار دولار، في حين جاءت شركة بايكار لأول مرة في تاريخها بالمرتبة 49 عالمياً بإيرادات بلغت قرابة 2 مليار دولار في سنة 2023. وتعد شركة توساش وبايكار التركيتين من رواد الصناعات الدفاعية الجوية، وتشتهران بمسيرة عنقاء 3 والمقاتلة كان وعدة مقاتلات أخرى. وساهم حصول تركيا على هذه التكنولوجيا في نشرها في عدة دول إسلامية لم تكن تحلم بهذه التكنولوجيا، لأن الإدارة الأمريكية تحظر تصدير هذه الأسلحة لدول العالم الثالث. وتوسع تركيا في الأسواق العالمية أصبح يقلق الشركات الأمريكية، ولهذا حث الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أوتوميكس الولايات المتحدة على إصلاح قواعد تصدير الطائرات بدون طيار والعقبات البيروقراطية والسياسات القديمة المسؤولة عن خسارة السوق للمنافسين العالميين مثل الصين وتركيا وإسرائيل التي وسعت حصتها في السوق العالمية. وأشار إلى أن جهود تركيا لتطوير طائرات مسيرة بدأت بعد رفض طلبها للحصول على طائرات أمريكية في أوائل العقد الأول من القرن 21، وقد أدى استثمار تركيا في الإنتاج المحلي إلى تطوير عائلات من صنف بيرقدار 2B2 وإنكا أو العنقاء التي تصدر الآن إلى عشرات الدول آخرها كان نيجيريا لمواجهة المتمردين والجماعات الإجرامية المنظمة. حصلت هذه الدولة الأفريقية مؤخرا على 43 طائرة مسيرة من طراز بيرقدار 2B2 من تركيا لتعزيز قدراتها العسكرية
في التصدي للتحديات الأمنية في المنطقة الشمالية الغربية من نيجيريا، حيث تعد مكافحة الجماعات المتمردة والجريمة المنظمة من أبرز التحديات التي تواجهها نيجيريا. وبما أن المغرب كان سباقا في الوصول إلى تفاهم مع صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبناء مصنع لتوطين هذه الصناعة في المملكة، فسيصبح المغرب من كبار مصدري المسيرات التركية لأفريقيا بأياد مغربية عبر شركة أطلس أدفانس. والمفاجأة في هذه الصناعة التركية أنها تمكنت من تكوين عدة أنظمة وتكنولوجيات متقدمة بأياد محلية، وآخرها ما أعلن عنه سلجوق بيرقدار المدير التقني لشركة بايكار التي تنتج طائرات بيرقدار 2، أن شركته تعتزم توسيع برنامج الفضاء الخاص بهذه الشركة التركية لتشمل نظام عالمي كامل لتحديد المواقع، سيكون خاصا بتركيا مبدئيا، لتدخل تركيا نادي الدول المصنعة لهذه الأنظمة وتكون بذلك الخامسة في العالم بعد نظام جي بي اس الأمريكي وغاليليو الأوروبي وغلوناس الروسي وبايدو الصيني، يعني تركيا بين الخمسة الكبار في تحديد المواقع في العالم. وقال سهر الرئيس التركي أن تمويل البرنامج سيكون من عوائد بيع المسيرات، وقال إن زمن عدم قدرة تركيا على بناء أي شيء قد ولى، وأنهم سيبنون نظاما يتضمن 100 قمر صناعي بإمكانياتهم المحلية لتحديد المواقع. كما أعلن سلجوق بيرقدار نجاحه في إحراز تقدم كبير في مشروع نظام الملاحة العالمي المستقل عبر الأقمار الصناعية GNSS الخاص بتركيا. وبالنظر إلى المستقبل، ذكر بيرقدار خططا لبناء مركبات أطلاق تزن 50 طنا، مما يبرز رؤية تركيا طويلة المدى لاستكشاف الفضاء ونشر الأقمار الصناعية، وهذا يذكرنا بإيلون ماسك. بالتالي المغرب سيستفيد من تشغيل هذه الأنظمة التركية الجديدة، والتي ستغني المغرب عن استعمال أي أنظمة أخرى في حال أي نزاع مع الغرب مستقبلا. ولما لا، قد يطور المغرب أنظمته الخاصة مثل ما تفعل الآن تركيا. إضافة إلى الأنظمة التكنولوجية لتحديد المواقع والملاحة وغيره من الأنظمة التكنولوجية الأخرى التي ستستعمل في مسيرات بيرقدار وأكنجي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أسيلسان التي أعددنا عنها حلقة خاصة بأن أول اختبار طيران لرادار فولمار 200 تم بنجاح على متن الطائرة المسيرة بيرقدار توبيتو، وذلك في تقريره لعام 2024. وأوضح أوكيل المدير لهذه الشركة أنه تم الحصول على أول صورة من رادار الفتحة الاصطناعية سار خلال هذا الاختبار الأولي. ويتميز فولمار 200A عن أنظمة سار السابقة للطائرات بدون طيار التي تم تطويرها في تركيا بتركيبه تحت الجناح بدلا من دمجه داخل هيكل الطائرة، فضلا عن وزنه الأخف. كما تم تطوير فولمار 200A للطائرات بدون طيار والطائرات القتالية بدون طيار الأصغر مثل بيرقدار 2B2 وأنكا، ليكون جهاز استشعار ثاني بجانب النظام الكهروضوئي، ويزن النظام 23 كيلوغرام ويصل مداه إلى 40 كيلومتر. وللأمانة تركيا اليوم تشهد منافسة داخلية شرسة بين شركاتها العملاقة، خاصة توساش وبايكار، وهذه المنافسة قد تدعو شركات مثل توساش لفتح مصانع لها في المغرب مثل شركة بايكار. فلقد أعلنت شركة الصناعات الجوية التركية توساش عن تطور جديد لطائرات أنكا أو العنقاء القتالية بدون طيار، حيث تم اعتمادها رسميا لحمل صواريخ إلميتاس من قبل شركة روكستان المتقدمة. هذا التحديث يمنح الطائرة قدرات متقدمة لضرب الدبابات والأهداف المدرعة بدقة وعلى مدى بعيد، مما يثير نقلة نوعية في تعزيز أدائها العملية. وتعد طائرة العنقاء بدون طيار منتجا تركيا الصنع، تصنف ضمن الطائرات متوسطة الارتفاع وطويلة المدى، ومصممة لأداء مهام متعددة تشمل المراقبة، الاستطلاع والعمليات الهجومية. وتتميز الطائرة بقدرات تشغيلية تتجاوز 24 ساعة وسقف طيران يصل إلى 9000 متر، مما يمكنها من تغطية مساحات شاسعة لفترات طويلة مع تقليل تعرضها لتهديدات. تواصل شركة توساش تطوير طائراتها المقاتلة مثل كان، في حين تركز شركة بايكار على مسيراتها الرائدة
مثل بيرقدار 2B3، وهي طائرة من دون طيار محمولة على متن السفن، وبيرقدار كازال ألما، وهي أول طائرة مقاتلة دون طيار في تركيا، والتي تثير اهتمام المغرب حاليا، حيث تفقد وفد مغربي المسيرة التركية الشبحية من الجيل الخامس من طراز قزال ألما في معرض أديكس 2024 الذي أقيم في شهر نوفمبر بدولة أذربيجان. واجتمع الجنار فؤاد مومن، وهو رئيس المكتب الرابع الخاص بعقد الصفقات العسكرية، مع الرئيس التنفيذي لشركة بايكار للدفاع والطيران. هذا الاجتماع قد يكون له أهمية كبيرة في تعزيز التعاون العسكري بين المغرب وتركيا، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة. وتبادل الأطراف التذكارات، وتلقى فيها الجنرال فؤاد مومن مجسما للطائرة الشبحية التركية الحديثة بيرقدار كازال ألما، مما يشير إلى الاهتمام بالطائرة المسيرة المتطورة التي تتميز بمحرك نفاث عكس بقية الطائرات المسيرة التركية الأخرى كطائرة بيرقدار 2B2 التي يمتلكها الجيش المغربي الآن. ولعلمكم، طائرة كازال ألما أو التفاحة الحمراء مثل ما يدل اسمها باللغة التركية، هي طائرة تركية مسيرة طورتها شركة بايكار للتكنولوجيا، وتعتبر هذه الطائرة أول طائرة مقاتلة تركية بدون طيار محلية الصنع، وتم الكشف عنها في عام 2023. ومن أهم مميزات الطائرة القدرة على المناورة العادية، وتتميز بقدرتها على إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام قتالية جو مثل المقاتلات التقليدية، ويمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 900 كيلومتر في الساعة لمدة 5 ساعات متواصلة، وعلى ارتفاع يبلغ 12 كيلومترا. كما لديها القدرة على التخفي من الرادارات، وتستطيع الإقلاع بحمولة زينتها 1.5 طن من الذخيرة داخل جسمها وعلى جناحيها. وهذه الطائرة تمثل خطوة كبيرة في تعزيز القدرات الدفاعية التركية وتوسيع نطاق الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية. ولعلمكم، وقعت شركة بايكار اتفاقيات تصدير مع 35 دولة لمسيرات بيرقدار 2B2 وأكينجي حتى الآن. ومع دخول مسيرات كازال ألما من الجيل الخامس، من المرجح أن تصدر هذه الشركة التركية طائراتها إلى أزيد من 50 دولة حول العالم، خاصة وأن الصادرات تمثل أكثر من 90% من دخلها. وبهذا تعيد شركة بايكار تعريف قطاع الدفاع في تركيا، وحافظت أيضا على مكانتها كأكبر مصدر للأسلحة في البلاد لمدة 3 سنوات متتالية. وهذا المصنع الجديد التركي في المغرب سيرفع من صادرات المغرب العسكرية بسبب الزبائن الكثر لهذه الشركة التركية حول العالم. بالتالي المغاربة سيستفيدون من هذه المصانع، لأنهم سوف يتدربون عليها بشكل جيد، وهذا سيكسب اليد العاملة المغربية مهارة نادرة في عالم صناعة المسيرات، وهذا أيضا سيقلص من فاتورة استيراد الأسلحة لدى المغرب، لأن المغرب سوف يصبح منتجا لهذه المسيرات، بالتالي لن يضطر إلى إهدار عملته الصعبة في شراء الأسلحة. بالتالي الخبرة التي سيراكمها والحفاظ على العملة الصعبة وملفات الأمن القومي، لأن تصنيع السلاح مهم للغاية لأي دولة، لأنك حينما تصنع سلاحك حتى بتكنولوجيا أجنبية عنه، فهذا أفضل بكثير من أن تستورد تلك الأسلحة دون المساهمة ولو ب1% في تصنيعها. وبالتالي المغرب في الطريق الصحيح، ونرجو أن نرى مزيد النجاحات في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية في المغرب. أرجو كذلك أن تكون هذه الحلقة قد نالت أعجابكم. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس، لأن هذا يهمنا ويساهم في تطور عملنا. وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.